بالتروت وشنو هذا؟ كالمي فو البنات الاولاد كالمي فو كلامه صحيح. طيب انا خلينا نفسر لك حاجه، انا ضد السرعه. انت كلامك مش صحيح. باش نفسر لك حاجه، نقول لك انا اللي كلامك مش صحيح. اي عليه والله العظيم كلامك لو صحيح بالله خليه يتكلم. عارفش نقولوا عليه كلامه مش صحيح. ما عندي الحق نتكلم زاد. انا موجوده قدام الجروب باش نتكلم. واحد وراي البارح يقول برشلونه باش تربح 3 بلاش. كلامك مش صحيح جعفر، سامحني على الوجه والله. عم تذكر سامحني على الاخر. انت تقول بي اس جي باش تربح كيفاش؟ باش تخسر. باش تخسر مش بلاش. باش تخسر بربي لا باش تخسر 2 بلاش. انه حاب النجم نوضح والله عندك حق. اقرد غنى نتكلم ما ننساش انا. اي باهي باهي اختي. اوكي حضرتي موضوع الساعه. انا قلت برشلونه باش تربح 3 بلاش وتخاطر في الولد هاني ونخاطر في هاني وخاطرت العالم الكل. أيه. الميطان الاولاني أيه. وفات 3 بلاش اموره الميطان. خاطرت بروحك بعد قص الضوء. لا 3 بلاش باهي. الماتش وفيه 5 بلاش لبرشلونه باهي. انتصار ساحق. والانتصار نتاع البي اس جي ربحت بي اس جي 2 بلاش. انتصار ساحق باهي. وانا نتفرج ايدي على قلبي خاطر انه وعدت 50 مستمع وي باش خلصنا من الفطور ولا عشان نفكرك بالتقسيم زاد 20 على الماتش الاول و30 على الماتش الثاني. حطتهم قيدتهم. يجيني ميساج من عند مواطن فوكال فوكال باش تسمعونا. اسمعني ديجا انا في المحمديه جعفر 1 2 3 4 5 6 7 لحظه ما حسبتش روحي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انا ديجا 9 كمل دبر 21 ويجا. مبروك جعفر عنا محمديه عنا عنا محمديه عنا. جست ملاحظة. أنا عمري ما نعطي كلمة ونخلف، ولكن البارح صارت لي غريبة. إن شاء الله خير. أنا ماشي بعد الهزيمة وكذا باش نحضر الخمسين فطور. وقلت مطعم فاخر. فعلا. مشيت الفاخر نلقى الضو مقصوص الساعة. صحيت. الضو مقصوص وسلطة المشوية قرست. قلت له فاخر خويا راهو عندي وعد مع الناس. قال لي جعفر ما نجمش نعطيهم سلطه مشويه قارصه. ما نجمش جعفر. امان خلينا نحكي لك. لا لا ما فماش تهرب من المسؤوليه. سامحوني تهرب جبائي. تهرب من المسؤوليه. لا زين 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 باش ندخل سلطه مشويه في ابتدائي. انت قلت الصباح رباب 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 بالله زين ابو رباب خليه يكمل الاخر. والله امان تفضل. مرسي خويا رفع خاطر حسيت الدنيا وين ماشيه. فسر لي قص الضوء. ثم حاله غير عاديه بالمره. النية طيبه. كنت باش نمشي نشري الفاتور اللي نمشي نقول الضوء الضوء قص. خلينا نكمل جوست الجمله. وزيد اللي خويا هذاك اللي اكد لي اللي انا ما لازمش نخلص. وزيد التجاره نتاع فرنسا شبه قالت لك ما عادش تاكلوا البر. صحيح. سمعتها ولا لا؟ باش تعمل ديكور نتاع كوجينا في وسط المكاتب باش العباد ياكلوا بالكدا ويطيبوا بالكدا ويحكموا في الجي. انا المستمعين نفطر بحذاهم وكا وتتفضل. جعفر قاطر بالمسؤوليه هذه. واحد قلت سيغ اونتين فماش تفادليه. لو انت تمشي احنا شنو عملنا في حياتي؟ باهي لحظه باهي. اخويا اللي حب الفطور يبعث لي تويك الكومنتير يقول لي نجي نفطر. وين الفطور؟ وينو الفطور؟ وينو الفطور؟ والله لا هاشتاج شباب في الشيء نتاعنا. انا عندي اقتراح. عندك اقتراح؟ اللي يحب يفطر يجي مع نص النهار قدام الراديو نمشي نفطر مع بعضنا الناس الكل. اقتراح ذي احمد. انا مش نخرج قبل نص ساعه. عندي ولدي لازم نرجع نخرج من المكتب. عندك حق. نستهداو بالله. لا 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 المولى المولى نتعداو. صار ما صار البارح في حلقه البارح برشا اجواء برشا اجواء. يلا تتسويت في سار مزار نحاولوا كل يوم نعملوا لكم ريكاب للي صار معنا البارح في حصتنا. اهم الاخبار اللي فعلتوا معاها اثرت فيكم وحكيتوا عليها. تمنينا تكون العودة المدرسية فيها كان الحاجات الإيجابية. أما البارح كان معنا حصرياً بو التلميذ اللي تعرض للاعتداء في معهد المهدية. حكاية برشا حزن ومسنا الكل. خليني أفكركم شوية باللي حكاه. لطف عليك. وصلنا معنا للدرجة أنه إجرام طريقة دي ما عاش نفهمه إحنا. أنا تبعث ودك الليسي ما تعرفش لي رواح لك حي ولا ميت. هيك الحرق تعرق القلب. كان جافي ولا علاقة لا جمل. ما انا ما عندي حتى مشاكل. ولدي متميز في القراية وبريمية كلاس وضاعت عليه قرايته وضاعت عليه ما نعرفش رجلي يرجع يمشي امريكا ولا يرجع بحول الله بحول الله. مكملين في ريكاب حصتنا ومولى البرنامج اي جعفور من كثر ما سمع كلمة ربي كثر من امثالك قال هاني باش نسعى في الموضوع وشد صحيح باش مستمع تسمي صغيرها باسمه. ترى اسمعوا تسمعوا معي ايش قال. ترى ان شاء الله ربي يوصل بالسالم. امين يا رب. بنايا ولا وليد؟ بزيتي ما تعرفيش. ربي يوصل بالسالم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوصل بالسالم. ان شاء الله ربي يوصل بالسالم. كان بنايا ايش سماها؟ اختها يلزمها تقرر. اختها تقرر. وكان وليد ايش تسميه؟ كيف؟ في بالي باش تقول جعفر.
وعلى ذكر المولود الجديد ما والبيرة عاد زادت لنا فقرة جديدة إن شاء الله بالسعد والهناء، قصدي بالهناء قصدي سبور مع هاني. هو الحق الفقرة موجودة وهاني الكرونيكور زادها كيف كيف موجود والمحتوى مكتوب، أما الاسم ربي نوب. أما كما كل غسرة نلقاو المستمعين في الاقتراحات اللي ما كانوش مقصرين. كان ترى لي كومنتير ودي أقوى برشا برشا اقتراحات طال عناوين أقوى عناوين ترجع عجبني لا هاني يصطاد في المناني معنا حتى علاقة بالسبور لا ما شاء الله ما شاء الله لا واحد شيء بشر بالخير تي اوفر دوز نتاع هنا واستقبلنا ليه كان جميل خلينا له البلاتو وخرجنا هو تبارك الله عليه الحق نتاع ربي خونا هاني ما كانش من العكسين ولا يتحكم حتى في المخرج هذا الطاق تيق ومزيل الفلاق خليتوني هاي بي هاي هاني قاعد انا بسلامه تصبح على خير تو نسكر باب مفتاح هاي هاي نكملوا نحكيوا كانت نجم سيد المخرج ترجع لي التابي يرحم والديك خلينا نكملوا نحكيه ايكا هوا عاد هذي اهم ما صار اليوم نرجع لكم غدوة ان شاء الله يا مدام يا مدام نسيت روحك شقلت على شنو شقلت شكونك انتي اصلا خويا شتعمل في فقرتي انا ضمير الحصة اما ضمير يا جعفر يجرف معاه نسيت روحك تغلط في الكلام لا مغلطش مالي عدي للجماعة بابا رابو جيت الزم زيلو باليوم وشفتوا الريحة الروح الرياضية شفتوا الريحة الروح الرياضية جميعة كم جميعة صار ما صار شكرا رباب تحية رباب بغفور رباب ملا حلقة زادة البارح برشا برشا حاجات وبرشا ايموسيون زادة برشا ايموسيون برشا حاجات 31 328 328 تسينو الواتساب شبيه قولوا 50 258 285 285 285 رباب تسكت ما تنجمش تقول الرقم هذا 258 قولوا انت جافو ها يا مدام دنجري 50 285 285 برافو هذا الواتساب عاودوا 50 285 285 بعد شويه هنا راجعين.